بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معرض بغداد الدولي في دورته 24 اشتركت دار صفر القلم في هذا المعرض باعتبار مبادرة مهمة ومشاركة مهمة بالنسبة لها في معترك الحياة الثقافية في بغداد. كانت لدينا إصدارات مهمة جدا تتناول عدة مواضيع معاصرة، بالإضافة إلى تأكيد على نشر تراث آل الصدر وإضافة جناح خاص للسيد المغيب السيد موسى الصدر. وكانت حقيقة يعني إصداراتنا الحديثة تعتبر نوعا ما يعني خلينا نقول هكذا قفزة معرفية نقدمها للقارئ والباحث في الشأن الثقافي المعاصر. تنوعت بين يعني كتاب الدولة العادلة وكتاب يوم واقع و وصولا الى العرب عرق ام عقيده. حاول دار سحر القلم من خلال اصداراتها ان تغني الساحه المعرفيه وان تقدم اجابات من خلال اقلام آل الصدر والمفكر العراقي استاذ علي الزيدي للاشكاليات المعاصره.